السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. في الفيديو السابق حكينا على التركيز وما هي أسباب التركيز وعلاج التركيز. اليوم راح نحكي على شغلة ثانية مهمة وهو النسيان، وما هي أسباب النسيان وكيف نعالج النسيان. نبدأ أول شيء نعرف النسيان، هو عدم القدرة على استرجاع المعلومة عند الحاجة إليها، وهو علاج فعال لكثير من الصدمات وأزمات الحياة، لكنه إذا أثر بشكل سلبي على تفاصيل الحياة كنسيان الأسماء ومواعيد تناول الأدوية أو مواعيد الاجتماعية الرسمية وغيرها من الأمور، هنا يصبح النسيان مشكلة يحتاج إلى علاج. طبعا أكثر اللي موجود الآن في المجتمع العراقي وأكثر المجتمعات العربية هو النسيان، والسبب هو ظروف الحياة الصعبة وخاصة بالدول الفقيرة، لا مشاكل العمل، مشاكل الأطفال، مشاكل أخرى خارج البيت، مما يؤدي إلى النسيان أصلا. زين، آلية فقدان المعلومات، كيف يتم فقدان المعلومات والنسيان من الذاكرة؟ لازم نعرف إحنا شنو السبب أو الآلية اللي يتم بها فقد هذه المعلومات من الدماغ، بالمقابل راح يكون هناك نسيان بحيث ما يتذكر أي شيء عن حادثة أو على المشكلة اللي مرت به أو حتى في الدرس أو حتى في العمل، ما هو الحدث اللي مر عليه ما يتذكر نهائيا وينسى. نجي على آلية الفقدان المعلومات. يتم تخزين المعلومات في الذاكرة على شكل شبكات متداخلة، حيث توجد في كل شبكة معلومة تتعلق بمفهوم معين، وترتبط هذه الشبكات مع بعضها البعض بعلاقات معينة. عند التفكير في مفهوم ما، تنفتح هذه الشبكة المتصلة بالمفهوم والشبكات التي تحتوي على مفاهيم قريبة منه أيضا، يحدث النسيان، لأن أكو شغلات مشابهة بهذه الشبكة، فراح يصير هنا النسيان أنه ما يتذكر شنو هالحادثة اللي صارت، كون أنه أكو شيء مشابه له تداخلت وياه وفقدت المعلومة اللي سواها قبل شوي أو اللي سواها قبل يوم. عندما يتم قطع هذه الشبكة بسبب حدوث تشوش أو تداخل، يضعف القدرة على التركيز، فعندما يتعرض الشخص للتدخل تنخفض قدرته على تذكر المعلومات حتى خلال فترات قصيرة جدا من الزمن. لذلك أكو أحداث عندك فريدة ما تصير دائما عندك بحياتك، هذه ما تنسي نهائيا، لأنه ماكو أكو شيء لها مشابه في الشبكات المتداخلة بينها. نجي على أسباب كثرة النسيان. أسباب كثرة النسيان، هناك كثير من الأسباب للنسيان، نذكر بعضا منها. أولا، نقص أحماض أوميغا 3 وبعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الناتجة عن سوء التغذية، تعتبر من أهم مسببات النسيان، حيث تؤدي إلى الضعف في تغذية الدماغ وبالتالي ضعف الذاكرة. تناول كميات كبيرة من الطعام تقلل من كمية الدم الواصلة إلى الدماغ وبالتالي تؤدي إلى إضعاف الذاكرة. قد تكون الوراثة أيضا من مسببات النسيان. الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والزهايمر والنقص العصبي والصدمات النفسية وارتجاج الدماغ والهستيريا المرافقة للاضطراب والإصابة بهربس التهاب الدماغ والأورام والإصابات الدماغية المختلفة مثل السكتة الدماغية، هذين كلهم تأثر أيضا بالنسبة للمصابين بهذه الأمراض على النسيان. التقدم في السن والشيخوخة التي تعمل على زيادة تصلب الشرايين الدماغ ونقص المواد الغذائية الواصلة إليه وبالتالي تحدث ضعفا في الذاكرة. تناول كميات كبيرة من الكحول أو الأدوية المنبهة أو الأدوية المنومة أو الأدوية المخدرة تسبب ضعفا في الذاكرة وبالتالي كثرة النسيان. الحالة النفسية السيئة والكآبة، انعدام الأمن والقلق المستمر، جميعها تؤثر على الذاكرة بشكل مباشر وتؤدي إلى إضعافها. أيضا بعض العمليات الجراحية الكبيرة في الدماغ أيضا تؤثر على النسيان. التسمم بمادة الليثيوم واستنشاق الهواء الملوث باستمرار يؤثر أيضا على قوة الذاكرة. انعدام الراحة والسهر والكسل المفرط وقلة الحركة، جميعها تعتبر من مسببات النسيان أو ضعف الذاكرة. والمعالجة بالتخلج الكهربائي لفترة طويلة أيضا تؤثر على النسيان. أكو هناك طرق لعلاج النسيان؟ نعم، هناك طرق عديدة متبعة في علاج النسيان، ويمكن الوقاية من ضعف الذاكرة من خلال محاولة تجنب بعض مسببات النسيان. نجي إلهن وحدة وحدة. أول شيء، تناول غذاء صحي وسليم بكميات مناسبة أيضا، مثل الأسماك والزبيب والفول السوداني والحلبة والكركم واللبن والثوم، وبالإضافة إلى تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات المنقات ومنتجات الألبان باستثناء اللبن. يمكن استخدام بعض الأعشاب في علاج ضعف الذاكرة مثل الكشمش الهندي والشيح وإكليل الجبل اللي ذكرناه في الفيديو السابق بالتركيز، وخل التفاح وبذور الكرفس وغيرها. ممارسة بعض الألعاب الرياضية أيضا تنشط الذاكرة. هذني أهم العلاجات اللي لازم أنت تتبعها واللي هن كلهن سهل.
سهلات وتقدر أنت تسويها راح تقوي ذاكرتك من ناحية النسيان وتعالج المشكلة اللي أكثر الناس هسه تعاني من عدها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو دعما لنا. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم أخوتي وإلى اللقاء.